19 يناير 2020، أحلى وأجمل صباح لكم مشاهدينا. صبح عليكم بالخير والنور والسعادة، حياكم الله ويانا في حلقة بداية الأسبوع، حلقة يوم الأحد من شمس البحرين. راح نتكلم أكيد في فقرتنا الأولى عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية مع الدكتورة جميلة السلمان، وفي فقرة الأم والطفل راح نتناقش أكيد وتناقش الزميلة زينة مصطفى ضيفتها أكيد عن فوائد الحمل مع أخصائية الأمومة الأستاذة مريم مهدي، وراح نتعرف ايضا على مشروع جديد من مؤسسه التاجر الصغير. بس قبل لا نبتدي خلونا نشوف وياكم ومضتنا اليوم شو تقول. الومضه اليوم تقول احذف كلمه مستحيل من قاموسك واستبدلها بكلمه تحدي، حينها ستستطيع تجاوز اي مشكله في حياتك بسهوله. لا مستحيل، ما في شيء مستحيل باراده رب العالمين وبالعزيمه وبالاصرار وبالمواصلة بالمثابرة بالعزيمة كل شيء ممكن أنه يتنفذ، كل خطة إن شاء الله راح تتنفذ. وإحنا في بداية سنة جديدة، ليحين دام إحنا في شهر واحد معناته إحنا ليحين في بداية السنة، فإن شاء الله كل هذه الأمور وكل هذه المخططات اللي تأجلت في 2019 يا رب أنها تتحقق في 2020. مشاهدينا مثل ما عودناكم في فقرة الصحة نناقش مواضيع تهمكم. اليوم موضوعنا حول الأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية. يسعدنا استضافة الدكتورة جميلة السلمان رئيسة لجنة المضادات الحيوية في وزارة الصحة للحديث أكثر حول هذا الموضوع. يسعد صباحك دكتورة وحياك الله ويانا. المضادات الحيوية موضوع يمكن يهم كثير من الناس، ودائما في ناس تكون عندهم أخطاء. بخير الله يسلمك، حياك تفضلي. تكون عندهم أخطاء في استخدامه، أخطاء حتى في هل كل مرض نقدر نقول يعالج بالمضاد الحيوي. احنا في البداية عارفين دكتورة على تعريف أو مفهوم المضادات الحيوية باختصار. شكرا جزيلا على الاستضافة، يعطيكم العافية. طبعا موضوع استخدام المضادات الحيوية موضوع جدا جدا مهم. هي شنو المضادات الحيوية؟ هي مركبات زين كيميائية، بعضها يكون اصلا من اشياء حية مثل النباتات، هي تستخدم لقتل او تثبيط وتقليل من نمو البكتيريا في الجسم. طبعا هي جزء من منظومة اكبر اللي هي احنا نسميها المضادات للكائنات الحية. يعني ممكن في بعضها يكون ضد فيروس او ضد فطريات، بس اللي احنا اكثر شيء شائع استخدامه اللي هو اللي تقضي على البكتيريا او تقلل من نشاطها. جميل، ما هي دواعي استخدام المضادات الحيويه دكتوره؟ هو هذا اهم سؤال. أي؟ لان اذا عرفنا شنو الدواعي بنعرف شنو الاستخدام الصحيح والخاطئ اليها. طبعا استخدام المضادات الحيويه للالتهابات البكتيريه مو الالتهابات الفيروسيه. مثل شلون احنا مثلا احنا في هذا موسم شتاء، الحين موسم خريف وشتاء، اغلب الامراض اللي تصيبنا كلنا طبعا احنا نسمي اللي هي التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وهذه اغلبها 90% 95% منها تسبب عن طريق الفيروسات، فهي مو بكتيريا. فالاستخدام الصحيح للمضادات الحيويه يبدا بتشخيص الطبيب الصحيح. حلو. فالطبيب يكون واعي بالاعراض الكلينيكيه وبالفحص الطبي اللي يسويه للمريض في شخصه، فإذا عرف أنه بكتيري يبدي استخدام المضاد الحيوي اللي يناسب نوع البكتيريا اللي يتوقعها الطبيب. حلو، في أنواع كثيرة من المضادات الحيوية أكيد دكتورة في الصيدليات وفي السوق، لكن شنو أكثر أنواع المضادات الحيوية استخداماً وأشهرها؟ المضاد الحيوي مثل ما تفضلتين عددها كبير كبير جدا، وفي اشياء طبعا تطلع بين فتره وفتره. انا راح اذكر بس الاكثر شيوعا اللي ممكن الناس تتعرف عليها او استخدمتها في يوم من الايام او استخدمها لفرد من افراد العائله. اغلب هذه الانواع طبعا احنا نقول اللي هي ضيقه النطاق، يعني ما تكون برود سبيكتروم، يعني ما تغطي عدد كبير من المضادات لان البكتيريا، لان احنا ما نبغاها تقضي على كل البكتيريا حتى النافعه في جسمنا، فنروح نستخدم المضادات اللي لها سبيسيفيك يعني معينه لبكتيريا معينه. اغلب واشهر هذه المضادات عند ايش اللي هو مجموعه البنسلين مثل الاموكسل، الناس كلها تعرف الاموكسل يمكن استخدمتها في مره من المرات، الاموكسل مع ماده ثانيه المعروف بالاوجمنتين الناس استخدموه. في مجموعه ثانيه اسمها السيفالوسبورين مثل الزينات، مشهور هذا اسم يعني تجاري بس مشهور لناس اكثر يعني عدد كبير جدا من الناس. وفي مجموعه اللي احنا نسميها الماكرولايدز مثل الاريثرومايسين كلاريثرومايسين، في مجموعه الكوينيلونز مثل السبرو، ناس وايد استخدمت السبرو في حياتها، السبترين او السلفا جروب احنا نسميهم،
هذه والدوكساسايكلين هذه أغلبها متوفرة في عندنا مثلا مراكز صحية، متوفرة في جميع الصيدليات في البحرين. طبعا في أكثر شيوعا بالنسبة إلينا اللي احنا نكون في المستشفيات. حلو. لأن علاج المرض في المستشفيات يتطلب عادة عن طريق الوريد، ويستخدم احنا نسميهم مثل اللي يكونون يعني احنا نسميهم الأسلحة الفتاكة البيج غانز، هذه اللي تقضي على البكتيريا المضادة الممانعة، اللي لو أخذت أنت جرعة بسيطة من مضاد اللي هو الأموكسيل أو شيء وما اشتغل عليها لازم نروح للنكس ستيج اللي هي أكثر تغطية لأكثر قوة من الميكروبات. لكن دكتورة أيضا في استخدام خاطئ للمضادات الحيوية أحيانا، خصوصا الأم إذا عندها أطفال صغار أو طفل صغير مثلا مرض على طول في مخها أنه يحتاج مضاد حيوي. شخص عطس صاد زكام، أنا أكيد محتاج مضاد حيوي. متى المضاد الحيوي ممكن أنه يضرني بدل ما هو يفيدني؟ طبعا جدا جدا مهم اللي تقولينه، بس الاساس مثل ما قلنا له تشخيصه كالتهاب بكتيري. فهو مثل ما تفضلتين اذا كان بس عطاس او كحه او في وقت هذا اللي احنا نسميه اللي هو الموسم الفلو او الفلو لايك إلنس، هذا كلها فيروسس بتكون كلها، فما يحتاج مضادات حيويه. فشلون يصير الاستخدام الخاطئ؟ اولا الناس ما تلجا الى الطبيب عشان تشخيص، بينهم يتداولون المضادات الحيويه، فهو استخدمه يعطي اخوه يعطي جاره يخاف اخته ويجربه عليه ويقول له ترى انا استفدت منه ما تجربه. المشكلة ما تكون بس في التجربة، يستخدم من المضاد جرعة أو جرعتين وبس صار زين خلاص يوقف المضاد. لا، أنت لازم تستخدمه إلى كل المدة الملزوم أن تأخذها. هذه يعني يمكن إجابتك على هذه السؤال تقودنا إلى نقطة مهمة اللي هي الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية. كلمينا دكتورة عن هذه النقطة، الكورس، أهمية أن المريض يخلص الكورس. أوكي. هذا ينطبق عليه عدة أشياء، استخدام المضاد الحيوي، الاختيار النوع مهم. نعم. الجرعة مهمة، الجرعة يمكن في لما يستخدم حبة أو كبسول تكون أسهل. نجي لما نستخدم سائل عادة للأطفال لازم نكون دقيقين في السائل عشان نعطيه الجرعة، لأن البكتيريا شو اللي يصير فيها، شلون تصير ممانعة لما نعطيها كمية أقل من اللي تقتلها. فهي أصلا تستقوى عليها، فهي نوع من التطور evolution حق هالبكتيريا وتصير أقوى. المدة لازم تستخدم، إذا قلنا 5 أيام لازم 5 أيام، لأن إذا قتلت البكتيريا في اليومين الأوليين وبعدين وقفت المضاد راح ترجع مرة ثانية وترجع أقوى. الشيء الثالث بيكون اللي هو عن طريق، هل نحتاج الفم أو عن طريق السيلان؟ ما تحتاج، أغلب الالتهابات البسيطة يعني سواء كانت التهابات الجيوب، الجهاز التنفسي، الجلد، الأبوال، هذه الأكثر شيوعاً. صحيح. ما تحتاج الأشياء عن طريق الوريد. بالإضافة إحنا الطبيب لما يعطي المضاد الحيوي يناقش المريض، لأنه لازم يعرف هل يأخذ أدوية ثانية تتعارض مع المضاد أو المضاد يتعارض مع أدوية، خصوصاً في كبار السن. هل المرأة حامل أو ترضع؟ هذا مهم نعرفه، هل ممكن تستخدمه أو لا. الشيء الثاني إنه ممكن أي وقت من اليوم يأخذه، هل يستطيع أن يأخذه مع الأكل؟ والله بدون أكل عشان الفعالية مع للمضاد تكون أكثر شيء. هذه كلها إحنا نحاسبها، هل المريض عنده فشل في الكبد أو فشل كلوي؟ لأن الجرعة مع المضاد لازم تصير لها أجسمت، ما تكون نفس الفل اللي هو الجرعة الكاملة اللي إحنا نعطيها. هذه صحيح. كلها تنخذ في الصورة لما نوصف المضاد. منشان إحنا ما نشجع أي أحد يأخذ أي مضاد من سواء كان من صيدلية أو من أحد من أهله أو أصدقائه، لأن لازم ينخذ بالطريقة الصحيحة. لازم نرجع للطبيب في البداية، خصوصاً إن الموضوع يعني المضاد الحيوي موضوعه شوي مختلف عن الأدوية الأخرى، هو مو مسكن ألم لكن هو يعني محتاج إلى طبيب مختص يشخص حالة المريض وبعدين يوصف له المضاد اللي هو يحتاجه. في مجال الصحة عندنا في البحرين تحديداً وزارة الصحة، في جهود ومساعي تقوم فيها هذه الجهات المهمة من أجل يعني مثل ما نقول تثقيف الناس أكثر حول أهمية استخدام المضاد الحيوي وخطورة استخدام الخاطئ للمضاد الحيوي. كلمنا عن هذا الموضوع دكتورة. بالنسبة إلى جهود طبعاً مملكة البحرين، بتكلم عن اللي صار في الفترة، خلينا نقول نتكلم على حوالي 5 إلى 10 سنوات السابقة. حلو، جميل. طبعاً في اهتمام كبير من المنظمات العلمية، منظمة الصحة العالمية، المنظمات العلمية الأخرى، حتى اللي هي يونايتد نيشن كان عندها اهتمام بموضوع المقاومة للمضادات الحيوية. فصار في أولوية. طبعاً إحنا مملكة البحرين، وأحب طبعاً في هذا المجال أشكر القيادة العليا، اهتمام كبير بالاستخدام الأمثل المضادات الحيوية، حيث حتى إن مشروع استخدام الأمثل المضادات الحيوية فاز بجائزة العمل الحكومي في 2016، وهذا يعتبر اهتمام شديد ما شفناه حتى على مستوى المنطقة يمكن يكون. الشيء الثاني طبعاً تشكلت لجنة للمضادات في المجلس الأعلى للصحة، وتشكلت لجنة للمضادات حتى في وزارة الصحة، وهذا يعطينا أهمية هذا الموضوع وليش إحنا ممكن نسوي التطور في استخدام المضادات. الفكرة اللي يشملها الموضوع هو
مثل ما تفضلتين زيادة ثقافة، احنا ما نتكلم عن زيادة بس العاملين الصحيين، نعم. يعني مو بس تكون الطبيب أو الممرضة أو حتى الصيدلي، مهم زيادة ثقافة المجتمع. فاحنا طبعا على سنويا على مدة السنوات السابقة نحتفل بالأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، وهذا يكون عادة في شهر نوفمبر يحتفل فيه العالم كله. وعندنا طبعا معلومات عندنا باللغة العربية باللغة الإنجليزية، وحتى بعضها كانت باللغة بالأردو على أساس توصل أكبر شريحة من المجتمع عشان يستفيد من المعلومة. إيه نعم. بالنسبة إلى العاملين الصحيين طبعا في اللجنة اللي هي على مستوى مملكة البحرين اللي هي تتبع المجلس الأعلى للصحة، نقوم بورش عمل، نقوم بمؤتمرات على طول السنة، ونشارك حتى خبرتنا في مجال استخدام الأمثلة المضادات الحيوية مع دول المنطقة، دول الخليج، دول العالم كلها. احنا شاركنا بهذه التجربة وفعلا استفادوا منها أكثر من دولة في هذا الموضوع. قمنا بتدريب عدد كبير من العاملين الصحيين، وصل إلى يقارب 3000 عامل صحي على مستوى مملكة البحرين، وهذا تطور كبير جدا، بالإضافة إلى أن استطعنا وضع خطة البحرين اللي هي الخطة الوطنية لمقاومة المضادات الحيوية. يعني دكتورة أمانة وجودك معانا اليوم يمكن أنت الشخص الأنسب أن يسلط الضوء على هذا الموضوع المهم جدا، خصوصا في هذا الوقت من السنة، هذا الموسم اللي الناس تمرض، الناس تتخبط، هل أحتاج طبيب؟ هل أنا أقدر أعالج نفسي بالأدوية الموجودة في البيت؟ هل أروح الصيدلية وأشرح للصيدلاني حالتي وبالتالي يوصف لي الدواء المناسب؟ شكراً لك على تواجدك، موضوع مهم، وأيضاً مساعيكم مهمة جداً وتشكرون عليها. الله يخليك، شكراً جزيلاً، يعطيك العافية. شكراً لك دكتورة، شكراً. شكراً. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع وراجعين لكم، انتظرونا. اليوم معنا تاجرتنا الصغيرة فاطمة عبد القادر، صاحبة مشروع اف ان سيف شوب. فاطمة صباح الخير. صباح النور. انا يعني قدامي كم قطعة حلوة وايد، والبنات تحت الهواء قالوا لي ان هاي كلها شغلك. كلميني في البداية عن مشروعك فاطمة. مشروعي هو اشغال يدوية وخاصة كروشيه. اها، تسوين كروشيه. اي. من وين تعلمتي تسوين كروشيه؟ في البداية كنت اشوف امي تسوي كروشيه لان هي مدربة كروشيه. اي. فحبيت اتعلم الشغلة. فأمك اللي موجودة معك هني أساساً تعرف تسوي كروشيه؟ اي. وكنتي انت تشوفينها؟ اي. كم عمرك انت الحين فاطمة؟ 13 سنة. 13، يعني انت مفروض في أي صف؟ ثاني إعدادي. كم سنة صار لك وانت تسوين كروشيه؟ تقريباً 3 سنوات. 3 سنوات؟ وليش قررتي تتعلمين كروشيه؟ تعلمتي كروشيه لأن انت تحبين وحسيتي انك في مجال تتعلمين، ولا لأن الوالدك انت تشوفينها فحبيتي انك تصيرين مثلها؟ هو أنا كنت أشوف أمي تسوي كروشيه فأنا حبيت الشغلة، لأنه هو صدق يكون تعب في البداية بس النتيجة تطلع حلوة. أكيد النتيجة تطلع حلوة، يعني شوفي أنا الشالات اللي قدامي كل شكل غير عن الثاني، يعني هذه شكله غير، هذه غير، كلهم شلون تضبطين هذا الشكل؟ هذه في شيء معين تمشين عليه؟ أي هو الباترون. الباترون. أي. هو اللي تمشين عليه، هو اللي شكل لك القطعة. عشان زين يبي تسويات خاطري أشوفها، شنو الأشياء اللي تسوينها بالكروشيه فاطمة؟ أسوي شالات، أسوي قبعات شتوية، وأتمنى يكون عندي براند خاص لي عشان أسوي شال. تقدرين؟ لا أنا أحس تقدرين، دام أنت عندك هذه الحب للشغلة وعندك هذه الاندفاع وعندك ما شاء الله الوالدة في البيت نموذج وحافز، لا تقدرين. شلون كانت تجربتك في مؤسسة التاجر الصغير؟ كانت تجربة حلوة لأن تعرفت على وايد أشياء وايد استفدت، بعد شلون أتعامل مع الزباين. حلو. شلون أحسب. شنو أكثر الأشياء اللي تعبك في الكروشيه فاطمة؟ الشغل عامة تعب. إيه؟ بس أكثر شيء تعبني هو يوم أسوي المشرة. يوم تسوين؟ المفرش. إيش كثر ياخذ منك وقت؟ تقريبا 3 أسابيع. 3 أسابيع؟ شنو سايزه يكون؟ هو على حسب سايز، على حسب طلب الزبون. اها اوكي، فياخذ 3 أسابيع. كم اوردر سويتي لحد الان؟ سويتي اوردرات وايد؟ اي اسوي اوردرات في البحرين وخارج البحرين. حلو، وشنو اكثر شيء ينطلب منك؟ شال ولا مفارش ولا هو الشال والقبعات الشتويه. وعندك كولكشن في البيت ولا كله بالاوردر؟ لا كله بالاوردر. حلو،
زين اللي حاب انه يتواصل معك شلون يتواصل وياك؟ هو على حسابي في الانستغرام إيه؟ وفي رقم عشان يتواصلون معي. فكرتي انك تشاركين في معارض في البحرين غير طبعا المعرض اللي صار واللي شاركتي فيه مع مؤسسة التاجر الصغير، انا اقصد معرض تبيعين فيه اغراض صج، يكون عندك كولكشن ومعروض وتبيعين فيه. اتمنى يصير ذي الشيء ان شاء الله. يلا تو نحن في بدايه السنه وفي مجال انك انت تشتغلين وتسوين اشياء، فكرتي انك مثلا تدخلين هذا الكروشيه مثلا مع جاكيت، تدخلينه في عبايه، جلابيه؟ اي اكيد. هو تريدين تسوين عبايه وتريدين تسوين من تحت كروشيه؟ اي في جلابيه مغربيه بالكروشيه بعد. مصممه يعني فاطمه مشروع ديزاينر، ترى تقدرين تسوين وايد اشياء، وانا اتوقع لك مستقبل وايد حلو فاطمه. الله يوفقك ان شاء الله، ركزي على دراستك وموهبتك، موهبتك جميله لا تهملينها ان شاء الله. يعطيك العافيه فاطمه. الله يعافيك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع، راجعين لكم مع الزميله زينه مصطفى في فقره الام والطفل، خلكم ويانا. صباح الخير مشاهدين برنامج شمس البحرين، وعودة لكم من بعد الفاصل. قبل كم من أسبوع أو في آخر فقرة لنا تكلمنا فيها عن مشاكل الحمل، ودائما احنا نسمع أن صادتني مشكلة، صادني ظرف في حملي أو كان حملي صعب، ولكن ولا مرة سمعنا أن الحمل فيه له فوائد، فرح نتحدث عن هذه الفوائد مع أخصائية الأمومة مريم المهدي. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. يعني الموضوع كل من يسألني شنو موضوع فقرة هالأسبوع أقول لهم فوائد الحمل، يقولوا لي ها؟ يعني هل في صج فوائد حق الحمل؟ أول شيء أبي أعرفه، عندي معلومة ما أعرف إذا هي صح أو لا، إذا غلط أو هاي صححي لي. يقولون الحمل يقي من بعض الأمراض السرطانية، هل هاي معلومة صحيحة أو لا؟ طبعا معلومة جدا صحيحة. الله يسلمك زينة. في الحمل يزيد عندنا هرمون اسمه هرمون البروجسترون، هذا الهرمون يلغي عمل هرمون الاستروجين اللي هو إذا زاد بعيد الشر يسبب أورام سرطانية. أهم شيء أن الأم ما تكون فيها وراثة، عوامل وراثية للأورام، أو ما تكون تدخن، أو ما تكون تستخدم الكحول، أو ما تكون فيها الأفراط الغذائي. يعني الأم اللي إذا كانت حامل وايد تستهلك دهون مشبعة، في احتمال أن إذا كان الجنين أنثى يصيدها أورام سرطانية لا سمح الله في المستقبل. فعشان كذي إحنا دائما نشدد على يعني نوعية الغذاء أثناء الحمل. الحلو في الموضوع أن الطفل لين يعني يكون جنين في بطن أمه يفرز هرمون اسمه هرمون الاستريول. هذا الهرمون ينتقل لمين؟ للأم، فيسبب لها قوة في النسيج الثدي، وبالتالي الأورام تقل. والخبر اللي دائما أشجع الأمهات فيه أن أول حملة تصوري تنزل نسبة الإصابة بالسرطان إلى 45%، والحملات الجاية الثانية الثالثة الرابعة كلها تنزل بنسبة 15%. فيعني أكبر تأثير يكون الحملة الأولى. إيه. حلو، بس إن هل هي تزيد مع يعني مثلا 45 التم موجودة وتزيد على 15 مع الحملة الثانية؟ مع كل حملة. حلو. تقل نسبة الإصابة بالأورام نسبة 15% 15%. وشنو هي بعض الأمراض السرطانية اللي ممكن إن هي تقيها؟ في أماكن معينة أو أنواع معينة هي تحمي؟ معظمها اللي مختصة بالأنثى مثل بعيد الشر، سرطان الثدي، الرحم، بطانة الرحم، والمبايض. اها حلو. زين، في دائما نسمع شيء اسمه بريجننسي جلو او اشراقة الام الحامل، انا كنت اسمع عنها ما كنت اصدقها، يعني كنت اقول يعني واحده تعبانه ما احس ما في اشراقه وهذه، بس هل فعلا في شيء اسمه بريجننسي جلو او اشراقة الحمل؟ وهل انه ممكن مثلا ما تصير مع كل واحده حامل يعني حسب هي وحظها؟ اي اشراقة الحمل موجوده بقوه وعند معظم الامهات. طبعا هو في البدايه يعتمد على تفكير الام اذا كانت معتبره ان الحمل حدث سيء او حدث سعيد. واشراقه الحمل تصير فسيولوجيا، طبعا على الناحيه النفسيه، بس الناحيه الفسيولوجيه في الحمل عندك الدم يزيد بنسبه 50%، فبالتالي طبيعي ان الاكسجين يزيد، فالجسم كله يكون مأكسج بما فيه الوي،
تشوفين الخدود حمراء والبشرة صارت صافية، وأيضا الغدد الدهنية اللي في الجسم خصوصا في البشرة تفرز دهون أكثر، فتشوفين كلها فيها لمعة. وشغلة ثانية طبعا مع احتباس السوائل في الحمل يصير الجسم مشدود، فالتجاعيد اللي في الوجه أو في اليد تصير يعني تختفي لأن الجسم يصير مشدود، فتشوفين اليد مالت الأم الحامل تصير جميلة، يدها ريلها يعني حتى وجهها يصير منتفخ أو ممتلئ بطريقة تخلي الناس تقول لها أنت صايرة حلوة. فعشان كذي سموها حلاوة الحمل، لمعة الحمل أو إشراقة الحمل. يعني محلوة، موضوع محلوة ما له علاقة في جنس الجنين، يعني يقول لك إذا صبايا تصير حلوة إذا بنية تصير كريهة، ما له علاقة. لا، ما في دراسات تدعم. حلو. إيه؟ يعني يكون في منه فائدة الحمل. إيه إيه إيه. حين بما أنه منه فائدة، قولي لنا أكثر عن خلينا نقول إيجابيات وفوائد الحمل. والله فوائد الحمل وايد زينة، حتى احترت شنو أجيب وشنو أخلي. هي في البداية تعتمد قلت لش على تقبل الوالدين لموضوع الحمل، يعني إذا كان الحمل مرغوب فيه أو يعني الوحدة تبي تحمل تكون سعادتها وتقبلها غير إذا كان الوحدة مو متقبلتها. فالفوائد تترتب في البداية على تقبل الحمل، الغثيان اللي الأم صيدها في الحمل تخليها ترجع وتكون انتقائية جداً في أنواع الطعام، هاي زين لأنه يمنع عليها تسمم الحمل لأنها بتاكل بشكل أقل وبشكل انتقائي أكثر. في الأمهات أو يعني إحنا مثلا عندنا أن الياهلي ورزقه وياه، فالرزق تشوفينه سبحان الله يزيد على حسب المعتقدات. الأم تزيد مسؤوليتها، يعني هي ويا الأبو مسؤوليتهم تزيد لأنك بيصير فيهم نقلة نوعية، فتشوفينها تدور عن شغل يعني إذا أو تدور عن مصدر رزق ثاني، تكون ثقتها بنفسها عالية، أو مثلا ساعات يوني علشان يأخذون ورش حمل ثقتهم نازلة بنفسهم يقولون شلون يعني بنسوي وشلون بنصير أمهات، فبس يحتاجون توجيه بسيط وبعدين ما تشوفينهم إلا انطلقوا، لأن هي الوحيدة اللي بتحمل في الياهل، هي الوحيدة اللي بتولد الياهل، بتعاني من آلام المخاض، وحتى لو كان عندها يعني نظام دعم عائلي جيد نخليهم يستمتعون بآلام الحمل، بآلام الولادة. أيضاً العادات الجيدة اللي تتعلمها الأم في الحمل مثل الرياضة، رياضة الحمل، الغذاء الصحي المتوازن، سبحان الله تيود عليه عقب الولادة، وممكن يسبب الحمل سعادة، يعني ياهل لأن يتحرك كأنما يقدم هدية حق الأم. صح. أو أن هي تروح السوق تشتري الثياب، تفصيل الثياب غير إذا الأم فيها بطن، نوعية الثياب غير. لو تلاحظين في الأماكن العامة الباصات القعدات يوسعون لها. تونك تقولين يمكن هاي أكثر فائدة زينة، دائما الأولوية حق الحامل لو وين ما كانت يعطونها، وتكون هي محط الاهتمام في وين ما راحت، تكون هي محط اهتمام حق الناس. بالضبط. في شنو حامل أي شهر يعني. لا فعلا صح، وتحصل جرعات سعادة يعني لين شافوها مقبلة ودبتها قدامها أول شيء تشوفينه مبروك الكلمة أو حامل، فإذا هذه ردة الفعل الناس تسبب للأم يعني جرعة من السعادة. في شغلة ثانية بعد أنها تستمتع بالطعام، في احيانا طعام عادي بالنسبه لك كانسانه مو حامل غير عن اذا حامل، لانه حليمات التذوق تصير اكثر حساسيه، فمثلا تقول يوم رحت مطعم كليت كذي وكذي، تصور الاكل كانه شيء منزل من السماء، فالحمل ايضا يسبب استمتاع في الاكل. حلو. اثناء تناول الطعام تاخذ راحتها في الاكل، تاكل شوكليت كثر ما تبي. صح. بعض الامهات ياخذون الحمل وفائدته انها هي الاكل بس، يعني تاخذ راحتها وايد، تاخذ راحتها بس يعني تمتن بزياده. بس اللي انا ابي اعرفه كم من كيلو المفروض ان هي تمتن في الحد الطبيعي اللي ممكن انه هو يفيدها كحامل؟ اي والله احنا نقول حق الام ان في العاده او في العموم من 12 ل 18 كيلو، بس هذه ما ينطبق على كل الامهات. احنا نعتمد على شيء يسمونه مؤشر كتله الوزن. كل ما تزيد مؤشر كتلة الوزن الأم شوية تكون بعافية، كل ما المفترض أنه يقل عدد الكيلوات اللي لازم نزيدها أثناء الحمل. حلو. تكلمنا عن الأكل والفيتامينات اللي هي ممكن أن هي تستفيد، أو العناصر الغذائية اللي ممكن تفيدها خلال فترة الحمل، ولكن في أمهات ما يحبون يأخذون حبوب وأدوية وفيتامينات، بس شنو هي أهم الفيتامينات اللي لازم تكون معاها في الحمل وممكن تستبدلها في شنو؟ وشنو راح في شنو راح يفيدون هذين الفيتامينات؟ خلينا نقول بالشكل الخارجي بما انك قاعد تحكي عن الفائده. اول كلمه نسمعها من الام ليش ما تاخذين فيتامينز؟ تقول ليش؟ لانه يسبب لي لوعه وامساك.
بالنسبه حق الامساك في فيتامينز الحين نازله في السوق فيها مسهلات يعني اذا اخذتيها ما يحتاج تاخذينها مع برتقال او ماي وايد، مجرد ما تاخذينها هي نفسها فيها مسهلات، فهذه شغله زينه. الغثيان نسيطر عليه كل ام على حسب ذوقها وعلى حسب جنسيتها، يعني مثلا هنديه غير الانجليزيه غير البحرينيه اكلها، فاحنا ساعات نقسم الفيتامينات، ساعات نحطهم في تمر موز روب بحيث ان تمنع الغثيان. اهميه الفيتامينز في الحمل اهميه قصوى لانها اصلا تكمل غذائهم. ما تشوفين انت هالايام بنيه او مره حامل غذائها وجبتها كامله، ولازم تكملها دائما فيتامينز، تمد الياهل بالمعادن اللازمه وتمد روحها بالمعادن والاملاح اللازمه والفيتامينز. من اهمها طبعا فيتامين سي يقوي الخلية يسويها صحية أكثر، الحديد والفوليك أسد أو حمض الفوليك يطرش أكسجين أكثر لرئة الأم ولالياهل، فبالتالي الأم تعبها يصير أخاف، تشوهات الخلقية اللي في الدماغ بعيد الشر أو الظهر يكون أخاف. الفيتامين دي يشتغل على عضلات وأسنان وعظام الطفل والأم بنفس الوقت. حلو. تحكينا عن البشرة والبريجننسي جلو، الحين عندنا شيء انا شخصيا لاحظته، الشعر وايد يتغير حزه الحمل، يعني الشعر يصير كثيف اكثر، ناعم اكثر، وايد اشياء تتغير في الشعر. ليش يتغير الشعر وهل يستمر لما بعد الحمل ما بعد الولاده؟ الاساس بتغير الشعر الهرمون، هو ايضا تدفق الدم اللي يحمل معه اكسجين، هاي الاساس. دورة الشعر او دورة بصيلة الشعر يسمونها التطور النمائي مالت الشعرة تزيد في الحمل، سبحان الله، يعني عمرها يزيد البصيلة، فتشوفين الشعر ما يطيح، بالعكس يتجمع ويا بعض، ونمو الشعر بعد يزيد اكثر من 1 سم. المرة العادية في 1 سم يزيد شعرها في الشهر، بينما الأم الحامل لا، يزيد أكثر من 1 سم، 1.5 أو 2 سم. وطبعا الغدد الدهنية اللي تزيد في الرأس تبعث لمعة على الشعر، فبالتالي يكون الشعر دائما مشرق وكثيف. هذه برجع لنفس السؤال اللي سألته أول مرة، يقول لك إذا حامل في صبي شعرك يصير أكثف، هل فرق يفرق بين بنية وصبي؟ ما في دراسات أثبتت هالموضوع، ما في. وحتى بالنسبة للشعر والإشراقة وفوائد الحمل ترى من أم لأم يختلف يختلف نفسيتها شلون تتقبل، هرموناتها تدفقهم شلون يتقبل. يعني مثلا الأم الحامل دماغها جدا يتعزز، تصير وايد ذكية لبعد الولادة في معرفة حاجات زوجها حاجات عيالها، لين يصيح تعرف ايش تبي، بينما واحدة ثانية ما تعرف، لأن الجزء الرصاصي من الدماغ تطور وتعزز. وهذا اللي كنت حابة أن أذكر الفرق، الأمهات يقولون إحنا نصير أغبية في الحمل، نطيح المفاتيح نتعرقل نطيح، لا هذا له علاقة بالعضلات، لأن العضلات تكون لينة أكثر، بس الدماغ يتعزز في الحمل ترى. حلو. هل سؤال أخير بس، الفيتامينات اللي تأخذها هي تأثر في إشراقة البشرة أو في الشعر، ولا هي بس الحمل له علاقة في هذا الموضوع؟ الحمل والفيتامينات، علشان كذي النسوان إذا يوني يعني في المكتب يقولون خسارة على إشراقتنا، نخاف إن هي تروح قبل الولادة، فبالتالي إحنا نمشي على بروتوكول بعد الولادة يخلي الإشراقة تقريبا نفسها، بس ما بتكون بالضبط نفسها تقريبا. حلو. بس أي. حلو. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله. مشاهدينا دائما كنا نسمع عن مشاكل الحمل وش كثر إنه هو شيء متعب، ولكن أتمنى إن كل واحدة حامل أو تخطط إن هي تكون حامل تكون استفادت من فقرتنا لليوم، وكانت متحمسة أو ممكن تكون متحمسة أكثر حق مرحلة الحمل والمرحلة اللي هي راح تستفيد منها والجنين راح يستفيد منها أيضا. وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم، نرجع حين عند شيماء. شكرا لك زينة أكيد، وتحياتي للأستاذة مريم المهدي على دائما تواجدها معنا يوم الأحد يكون مختلف، والمعلومات أمانة يعني تثريننا فيها أستاذة، شكرا لك. مشاهدينا، تم افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في دورته 46، ولنظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار في متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني. حضر الافتتاح نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وشارك في هذا المعرض 68 فنان تشكيلي. كاميرا شمس البحرين كانت موجودة، كان لها وقفة في هذا المعرض، تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
طبعا هذا العام نحتفل في هيئة البحرين للثقافة والآثار كعادتنا سنويا بمعرض الفن التشكيلي. هذه النسخة 46 عام من العطاء من الإبداع الفني. احنا فخورين جدا بمتابعة الحركة التشكيلية في مملكة البحرين وبالاستضافات الجميلة التي أتت وكبر بها المعرض. فهذا العام على سبيل المثال جاليري الرواق يحتفل معنا وينضم إلى المعرض التشكيلي، وأيضا جاليري هام جدا من دولة الكويت الشقيقة ينضم بمجموعة من الفنانين التشكيليين للتحدث عن الحركة التشكيلية ليس فقط في مملكة البحرين ولكن في دول مجلس التعاون أيضا. نحن سعيدين أن تكون لهذه المسابقة قيمتها المعنوية في قلوب الفنانين الشباب، ويعني أتوجه بالمباركة وبالشكر إلى فائز جائزة الدانة لهذا العام الفنان جعفر العريبي على مساهمته المستمرة في معرض الفن التشكيلي وفي الحركة التشكيلية في مملكة البحرين بشكل عام. طبعا هذا العام يمتد المعرض من المسرح الوطني إلى المسرح المرن إلى قاعات المتحف الوطني إلى المساحة الخارجية للمتحف والمسرح. فبهذا التجمع بهذا الحدث الذي نشهده جميعا في بداية العام نتأمل أن يحظى بإعجاب الجميع وبزيارة أكبر عدد ممكن من الطلبة ومن مهتمين بالحركة الفنية والتشكيلية في مملكة البحرين. طبعا انا احرص على المشاركه في هاي الفعاليه الهامه في البحرين سنويا، تقريبا صار لي 20 سنه اشارك في هاي المعرض، والسنه هاي حصلت على الجائزه الاولى جائزه الدانه. المعرض جدا هام يقام سنويا برعايه كريمه من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، اتناول في هذه الاعمال مسمينهم التوازن البيئي، هي عن علاقة الإنسان بالبيئة الموجودة حواليه وإنه شلون ممكن إنه يحافظ عليها. لجأت في إنتاجي لهذه الأعمال إلى المخطوطات القديمة، المخطوطات الإسلامية، لتصوير شكل الخريطة، شكل اليابسة، شكل الماء وتفاعل الإنسان معها. ولله الحمد والشكر، الحمد لله طبعا من فضل رب العالمين تم اختيار العملي التشكيلي في المركز الثاني الحمد لله. انا من خلال هذا العمل حبيت اسلط الضوء على قضيه تجاره اللؤلؤ الطبيعي في البحرين، حبيت اني اوثق هذه يعني مثل ما يقولون القضيه هذه الاجتماعيه اللي مهمه حق كل بحريني بطريقه غير اعتياديه. طبعا مثل ما تشوفون يعني هو كنا طاولة كرة قدم بس فيها فريقين، فريق اللؤلؤ الطبيعي وفريق اللؤلؤ الصناعي. فطبعاً استخدمت المجداف اللي يستخدمونه حق البوانيش حق الهندل مال فريق اللؤلؤ الطبيعي، والأدوات اللي يستخدمونها حق اللؤلؤ الصناعي حطيتها في الهندلز اللي حق الفريق اللؤلؤ الصناعي. وبكذي نكون وياكم مشاهدينا وصلنا لختام صباح يوم الأحد من شمس البحرين. يتجدد أكيد اللقاء معاكم باكر من 10 ل 11. مع السلامة.